مرحبا. أخبار الموضة، الأزياء، الجمال عم نخبركن عنها بحلقة أسبوعية لحتى كل الصبايا يبقوا على اطلاع على كل شي ترند بعالم الجمال والتجميل. وكالعادة ضمن هالبرنامج راح تلاقي معلومة ممكن تفيدك من عمليات التجميل الكبيرة للماسكات البسيطة يلي ممكن أي صبية تحضرها ببيتها، وكمان عم نقدم لك نصائح ممكن تساعدك تظهري بطريقة أجمل. رح نبدأ أولى فقراتنا بعد هالفاصل الصغير. مثل كل أسبوع عم يكون عنا فقرة منحكي فيها عن عروض الأزياء العالمية، واليوم رح نخبركن عن مجموعة ديور لـ2023-2024 يلي ركزت فيها المصممة الإبداعية ماريا غراتسيا على الملابس الكلاسيكية، فتمثلت بالمعاطف العريضة والفساتين المطبعة بالزهور ونقشات التايجر والمربعات وربطات العنق. تفاصيل أكثر رح نعرفها بهالتقرير. كثير من الأوقات عم نحس إنه رغم كل الاهتمامات ببشرتنا ما عم نلاقي الاستفادة اللي بنكون ناطرينها، وبالفعل هالشي بسبب عادات يومية بتتصرفها الصبية من دون ما تكون عارفانة إنها بتدمر بشرتنا. رح نعرف شو هي هاي العادات ورح نخبركن عنها بهالتقرير. ويستحسن انك تستخدمي الغسول وتنظفي وجهك من البكتيريا وتحميه عبر كريم حماية خاصة من الشمس، وهذا بنفس الوقت رح يعطيكي اطلالة طبيعية ومشرقة. والشي اللي كتار من الصبايا ما بيعرفوه هو انه الاكلات السريعة مثل الشيبس والشوكولا والمشروبات الغازية بتدمر صحة البشرة. واذا كنتي عم بتعاني من مشاكل كتيرة وضغوط عملية ودراسية ما بتنتهي، ما تسألي ليش عم يطلع لك حب او ليش بشرتك تعبانة، لانه النفسية غير المرتاحة او القلق بيأثروا على
الهرمونات بشكل مباشر، وهذا الشيء بيؤدي لظهور حب الشباب والبثور. أكيد كلنا بنستمتع بأنه ناخد حمام ساخن بعد يوم طويل وشاق، بس هذا الشيء بيضرنا أكثر ما بيفيدنا، لأن الماء الساخن بيأذي الطبقة الخارجية للبشرة وبيتركها جافة ومتقشرة. الحمل هي من الفترات الحساسة عند السيدات، والخوف والحرص بصيروا أكبر، يعني بهالمرحلة بتلاقي سيدات عم يهملوا شوي موضوع الاهتمام بنفسهم، وفي قسم تاني مستمرين بالاعتناء بجمالهم وببشرتهم وبشعرهم. بس ما فينا ننكر أنه الحامل إلها وضع خاص وفي مسموحات ومحظورات بعالم التجميل، ونحن اليوم بحلقتنا حبينا نوضح هالموضوع ونخبر كل الصبايا شو الإجراءات يلي بيقدروا يستمروا فيها وشو الإجراءات يلي لازم يبتعدوا عنها أثناء فترة الحمل. تابعوا معنا. دكتورة رهف الحسن، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. اليوم نحكي شوي عن الحوامل، يعني تحديدا بالفترة الأولى من الحمل. ما بعرف ليش الصبية أول ما تعرف حالها أنه هي حامل تتذكر كل الإجراءات التجميلية اللي كان جعبالة تعملها، بتصير تعملها بهالفترة، بوتوكس، فيلر، صبغة شعر. لهيك اليوم حابة أسألك شوية أسئلة، شو المسموح وشو الممنوع للمرأة الحامل؟ خلينا نبلش بالبوتوكس والفيلر. هلا أكيد الجمال والمرأة مترابطين بشكل دائم، يعني ما فينا نقول للمرأة بفترة الحمل إنها تبتعد عن الأمور الجمالية، وهو فترة ما قصيرة، يعني إذا كانت عاملة أي إجراءات تجميلية سابقة فخلال فترة الحمل رح تحتاج إنها تعيدها بمرحلة ما. بداية البوتوكس والفيلر هنو الثورة الكبيرة بعالم نحن بنسميها non-surgical cosmetic procedure، او اجراءات تجميلية غير جراحية. لهيك هي شيء كتير مهم انه نحن نقدر نحسن من الشكل بدون ما نعرض المرأة لمواد التخدير. الخطورة الكبيرة بفكرة الحمل انه نحن ما بنخاف على الشخص لحاله، في السيدة والجنين طبعا. بداية مثلاً البوتوكس هو عبارة عن الشيء اللي ما هو شائع كتير أو ما هو معروف بين العوام، إنه هو سم عصبي، يعني هو سم مأخوذ من جرثومة بيعمل على شل العضلة. فنحن لما المريضة بتعرف بهذا الشيء هي بتخاف على ابنها كتير طبعاً. البوتوكس اللي بتم حقنه كأجراء تجميلي هو كمية قليلة جداً، ونحن بنحقنه بشكل موضعي، فبيكون وصوله للدوران المحيطي كتير قليل، إضافة إلى كونه هو بروتين عالي الوزن الجزيئي، فهو صعب أنه يعبر المشيمة، لهيك بيكون أمان الجنين كتير عالي عند إجراء البوتوكس، فبالتالي هو آمن. أما الفيلر هو هيالورونيك أسيد، هو شيء موجود بالبشرة أساساً، هو شيء موجود عند الحامل، فصعب نقول أنه هو ممنوع، يعني كمادة هو أكيد ما بده دراسة، هي ما أنا خطيرة على الجنين. ولكن في بعض المشاكل اللي بتواجه الحامل، مثلا انه اثناء فتره الحمل بشكل فيزيولوجي بصير في عندها شويه تورم او كبر بحجم الشفايف، مثلا كبر بحجم الخدود، هذا الشيء بيتراجع بعد الحمل، فممكن اذا عملت اجراء تجميلي اثناء الحمل يتغير شكله بعد الحمل. تمام. بالنسبه للكريمات العاديه ممكن الصبيه تجيبها من الصيدليه؟ الكريمات العادية هلأ في بعض المقشرات اللي بيستخدموها الصبايا كتير بالبلد للأسف أحياناً بدون استشارة الطبيب، هي مثل الريتانويدات كمقشر موضعي. بصراحة حتى الموضعي منا مفروض نوقفه قبل ما نخطط للحمل، فأكيد ما هو ممنوع أثناء الحمل. مقشرات الريتانويدات وكل شيء بيحوي على كمية فيتامين آ عالية اللي هي تستخدم لتقشير البشرة مفروض أنه نوقفها نحن أثناء الحمل وقبل الحمل لمدة شهر تقريبا. حتى حبوب الريتان ممكن تتاخذ لتنشيف البشرة أو معالجة حب الشباب اللي بيكون بمرحلة متقدمة، هيدا بنوقفها قبل ما نخطط للحمل، يعني أقل شيء شهر، أقل شيء لازم يكون في فاصل شهر بين إيقاف الدواء وأنه نحن نخطط للحمل. هلأ بالنسبة للصبغة، يعني بنرجع لأول بداية ما حكينا، أنا بتذكر الوحدة هي أنا كنت بدي أصبغ شعري ما بعرف بلش ما طبعاً بلش طبعاً بطرع بغير صبغة الشعر جديد. أكيد هلأ الصبغات هي مواد كيميائية، لما السيدة بدها تطبقها على الشعر الفروة بدها تعرف أنه
ارتكاس الشعر او رد فعله للصبغه ما رح يكون مثل قبل الحمل، يعني ممكن يعطي لون غير اللي كانت هي متعوده عليه، ممكن يروح بفتره اقل من اللي هي كانت متعوده عليه، ممكن انه يعطي يزيد مثلا من نسبه الشعر الابيض بالراس استخدامه. هلا هل هو ممنوع اثناء الحمل؟ يفضل نحن نبتعد عنه اول 3 شهور. نحن بنسميها اول 3 شهور بالحمل بيكون هي فتره تشكل اعضاء الجنين. اغلب الاعضاء بالاجنه بتتشكل باول 12 اسبوع اول 3 شهور، فمفروض بهيدي الفتره نبتعد عن المواد الكيميائيه. لاحقا اذا حبيت تغير لون الشعر ما في مشكله من ناحيه الجنين، ولكن انه يفضل المكان يكون مهوى بشكل جيد، استخدام القفازات اذا كانت هي بدها تصبغ لحالها ما تروح لعند حدا، تلبس تغطي ايديها لانه المواد يتم امتصاصها من الجلد ومن الشعر، يعني سواء فروة الراس او الشعر نفسه هو بيعطي اثر ضار. تمام، هلا حنروح يمكن على الاتجاه الاكثر شيء مهم يلي هو جلسات الليزر، يعني اذا عرفت الشعر انا وقف ليزر ولا كمل؟ في اطباء بيقولوا انه انت بهي الفتره الجلسات اللي رح تعمليهم انت ما رح تستفيدي فيهم لانه الهرمونات حتكون مخربطه، فانت شو نصيحتك تكمل الصبيه او هي الاشعه ممكن تضر؟ هلا الفكره انه اثناء الحمل بصير في شيء اسمه تواقت بنمو الاشعار، المعروف انه الاشعار الجسم او اشعار الراس بتمر بمراحل، مرحله نمو مرحله تساقط. بالحمل بصير في تواقت انه كل الاشعار او يعني قسم كبير من الاشعار بتكون بنفس المرحله، وغالبا بتكون مرحله النمو. فلهيك السيده اللي بتكون عامله جلسات ومستفيده منها ممكن انه يرجع الشعر للظهور اثناء الحمل. اكيد فيها تكفي جلسات الليزر اثناء الحمل لانه الليزر هو عم يستهدف جذور الاشعار، يعني هو موجاته موجهه نحو الاشعار ما راح توصل للجنين، بس بنفضل نحن انه السيده ب آخر ثلث حملي أو آخر 3 شهور من الحمل نبتعد عن الليزر إذا ما كان في مجال، يعني هو آمن ولكن الأفضل والأأمن للجنين أنه نبتعد آخر 3 شهور. إذا ما بدت توقف أبداً مفروض منطقة الثدي مشان الإرضاع نوقف تماماً، نبعد عن الليزر تماماً أثناء الحمل بالثلث الثالث، ومنطقة البطن كمان أنه تبتعد عن موجات الليزر بالثلث الثالث. أما أول 6 شهور فهي بتكون آمنة تماماً. تمام، طيب دكتورة في نصائح أنت معينة بتحبي تعطيهم للصبايا؟ هلا اكيد انه الاجراءات الجماليه مهمه، بس السيده الحامل اذا بتهتم بصحتها هرمونات الحمل بتزيد من جمالها. العنايه الاساسيه بالحمل هي التغذيه الجيده، مثل ما قلنا الحمل لحاله بيعمل انتفاخ بالشفايف بديل عن الفيلر، حتى زياده بجماليه الشعر ونضارته وطوله، فممكن الاهتمام بالتغذيه هي احسن شيء ممكن تقدمه السيده الحامل لها وللجنين، الحصول على الفيتامينات الكافيه، ممارسه الرياضات المناسبه، وقدر الامكان انه نبتعد عن المواد الكيميائيه حتى لو كانت امنه. تمام دكتورة، شكرا كثير لك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. اهلا وسهلا، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك، اهلا حبيبي. بعد ما حكينا عن الاجراءات التجميليه للسيده الحامل رح ننتقل لنصائح كمان تجميليه ممكن خلال فتره الحمل تتبعها، وللحقيقه كثير من الصبايا ما بيعرفوا انه خلال فتره الحمل بتكون نسبه الاستروجين بجسم السيده مرتفعه، وهالشي بالتحديد بفيد الشعر وبيخليه اكثر لمعان. لهذا السبب كثير مهم تستغل الصبيه هالفتره لتخلي شعرها يطول بشكل اسرع، وطبعا كيف رح يصير هالشي رح نعرف بهالتقرير. مثل ما بنعرف فترة الحمل بيتغير الجسم كتير، ومن بين التغيرات يلي بتنعكس على جسم المرأة هو انه هرمون الاستروجين بترتفع نسبته بالجسم، ومن مؤثرات هالشي انه الشعر بيصير اسمك واكثر لمعان. لهيك الامهات بيحاولوا يستغلوا هالفرصة ليخلوا شعرهم اطول بكتير. الخبراء حددوا عدد من النصائح يلي ممكن الصبية تطبقها خلال فترة الحمل بالتحديد لتستفيد من تدفق هالهرمون، ومن أهمها تدليك فروة الرأس مرتين لثلاث مرات يومياً، وشي لتنشيط الدورة الدموية. وخلال التدليك يفضل أنك تستخدمي الزيوت الخفيفة مثل زيت جوز الهند. أما خلال الاستحمام فحاولي تستخدمي بلسم مناسب بعد الشامبو لترد في شعرك. ومن أهم الأمور يلي لازم تتجنبيها هي تمشيط الشعر وهو مبلل، لأنه هالشي للأسف رح يسبب تساقطه. الأفضل تنتظري حتى يجف تماماً وتستخدمي أمشاط بأسنان واسعة.
قصي أطراف شعرك مرة بالشهر وبتعدي تماماً عن الصبغة لأنه تعتبر خطر على جمالك، وبنفس الوقت هي بتضر فروة الشعر. الأفضل تبتعدي كمان عن شد الشعر لأنه بيأثر على نموه بشكل سلبي. وأكيد لا تنسي تشربي المياه بكميات كافية لأنه بتفيد صحة شعرك وبشرتك وأكيد جميلك. بفقرة بيوتي لليوم رح نخبركن عن ألوان وقصات الشعر يلي بتقدروا تتبعوها أو تعتمدوها خلال فصل الخريف أو الشتاء، وأكيد كلكم بتعرفوا أن الشتوية بتتميز بألوانها الدافية والهادئة غير الصيف تماماً، فكيف رح تكون هاي الألوان والقصات رح نعرف بها التقرير. الألوان حتكون بما أنه نحن طلعنا من فصل الصيف حتكون مايلة للبني، للنحاسي، للألوان البيج الغامقة، ونحن منفضلة للزبونة بما أنه نحن فتنا بالخريف الألوان الدافئة. هلأ دارج القصات القصيرة، الغرة القصيرة، بس أكيد مو لكل الصبايا، لأنه اليوم أي صبية بدها تساوي قصة جديدة بدنا نشوف نحن شكل الوش، رفعة الحاجب، وهو على هالأساس نحن بنعمل القصة. وفي عنا القصات المطبقة ومشفرة، يعني على هالأساس نحن بنقصلها للصبية شعراتها. ما فينا نقرر مثلا إجت شافت لوك حدا من الممثلين وبدها تقص نفس القصة، نحن اليوم ما فينا نقصلها نفس القصة، نحن بنغير بالقصة ومنساوي لها هي حسب شو بيلبق لها. الشغلات اليوم اللي بطلت مثلا اليوم تجي الصبية بدها تنفش شعرها كتير، فهذا الشيء بطل. يعني اليوم اغلب مثلا بتجي عروس بدها تساوي شعرها، بتساوي شعرها ليس، بتحط قوس صغير على شعرها. موديلات ال 3D، التخصيل الزايد، هذا كثير بشع صار. مثلا بتجي الصبيه لعنا بدها تساوي شعرها قصير، اذا كان وشها مدور بفضلها الطويل المطبق، القصات المشفره. اذا كان وشها مايل للطويل اكثر بنقصر لها شعرها كاري، بيعطي عباوه للوش. اما اذا بدنا نعمل غره قصيره فضل انا الجبين العريض. الجبين الضيق بدها تيجي كثير ضيقه على وشها. الصبايا اللي بشرتهم فاتحه بيلبق لهم اكيد البيج، النحاسي. البشرتهم غامقة نحن بنساوي لهم ألوان دافية، بني، عسلي. أنا هيك بفضل يعني للون البشرة اللي بشرتها غامقة، أحمر، موف. أما الصبية البيضة بفضلها الرمادي، الشقار الفاتح، العسلي الفاتح، هدول الألوان اللي بتلبق لها أكيد. اليوم الزبونة اللي بدها تجي شعرها مثلا محروق او تعبان، انا بفضل الزيوت الكريمات للشعر لانه هي افضل من مواد الكرياتين والبروتين، لانه هي بتحرق الشعر بزيادة وبترطب الشعر. الكريمات بترطب الشعر وبتعالج لك هذا التقصيف الموجود بالشعر. بتضل عم تعتني فيه بالكريمات والزيوت، زيت جوز الهند كتير منيح. انه لا تستعمل الليس، يعني قدر الامكان تخفف الليس، موضوع الليس كثير بيحرق الشعر. تخفف سيشوار لانه السيشوار الزايد كمان بيحرق الشعر، بتعمله مثلا مرتين بالاسبوع.
مع تبدل الفصول كثير من الأشخاص بتأثر عندهم البشرة، سواء الجفاف الزائد أو اللمعان بسبب الإفرازات الدهنية. ومن جديد ظهرت تقنية اسمها بادي ستوغن تقدر من خلالها كل الصبايا أنهم يحافظوا على بشرتهم ويتمتعوا بنضارة دائمة خالية من الجفاف. لتعرفوا شو هي هاي التقنية وشو ميزاتها وسلبياتها، تابعوا معنا هالتقرير. عم بتدور احدى صيحات تيك توك حول الحصول على بشرة فائقة النعومة، بيطلق عليها اسم بادي سلوغن، وهي تقنية تهدف لتخزين الرطوبة بالجلد، ويمكنها انه تكون مفيدة بشكل خاص بفصل الشتاء وعندما يتم تجفيف الجلد بواسطة المدافئ الداخلية، وايضا بالصيف لما بيفقد الرطوبة من خلال التعرض لاشعة الشمس او الماء المضاف له الكلور. بيهدف بادي سلوغن لاغلاق الجلد بطريقة توقف او تقلل من فقدان الماء عبر البشرة. فقدان الماء من داخل الجسم، يستخدم الفازلين بترطيب الجسم وعند وضعه على الجلد، وبيؤدي ذلك إلى ما يعرف بالتأثير الانسدادي أو الختم، ما يعني احتجاز الماء بالجلد، ويقال إن هذا يخلق توهجاً نهائياً على البشرة، مما يجعلها أكثر إشعاعاً وتحفظ العناصر الغذائية في المنتجات للعناية بالجسم. ويقال أيضاً أن التأثير يساعد في تقوية حاجز البشرة. في البداية كان البادي سلوغن عبر تيك توك يركز فقط على الوجه، ولكن ما ينجح على الوجه ينجح أيضا على أجزاء أخرى من الجسم، ويوصي بعض الخبراء بترك الفازلين على الجلد طوال الليل. ولكن يوصي خبراء آخرين بعدم القيام بذلك، لأنه يغلق الجلد لفترة طويلة جدا، وهالشي بيؤدي في النهاية لإتلافه. لهيك إذا كنت تريدين استخدام بادي سلوغن طوال الليل، فمن الأفضل عدم القيام بذلك كثيرا أو على مساحة كبيرة جدا. ينصح بشدة بعدم فرك الفازلين على جميع أنحاء الجسم، لأن البشرة لن تكون قادرة على التنفس بشكل صحيح تحتها. أما بالنسبة لفوائد البادي سلوغن، فهو غير مكلف، يوفر ترطيباً مكثفاً، فيصبح الجلد أكثر نعومة بعد العلاج بسبب المادة المانعة للتسرب، ويمكن أن يهدئ الجلد، ويمكن أن يحمي من ترهل الجسم والبشرة المتهيجة والحساسية، ويمكن أن يترك بشرتك أكثر إشراقاً، وله تأثير مضاد للشيخوخة أيضاً. أما بالنسبة للأضرار فلا تبالغي، الكثير من الفازلين يمكن أن يسد المسام، إذ تم استخدام بادي سلوغن في كثير من الأحيان ولفترة طويلة، ويمكن أن تتشكل البثور أو تتكاثر الجراثيم أو يصبح الجلد ملتهبا. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. نلتقى الجمعة الجاية بنفس الموعد، وما تنسوا الإعادة يوم الأحد 1 الظهر. وأكيد أي صبية عندها اقتراح لموضوع حابة نحكي فيه ضمن الحلقات القادمة، تقدر تترك لنا كومنت على صفحة سما الرسمية أو صفحة صبايا على فيسبوك. باي.